هنعمل دلوقتي اول وصفه فطاير البطاطس باللحمه المفرومه. ايه بقى القصه؟ بصوا انا معايا بطاطس مسلوقه ومهروسه، ايه الكميه اللي انتوا عايزينها؟ احنا الفكره كلها ان احنا بعد ما نعجنها كده بالمكونات اللي هقول لكم عليها والمقادير هنعملها كور، وهنبطط الكور دي في صينيه فرن عشان نحط عليها لحمه مفرومه متعصجه وشويه جبنه موتزاريلا. فكميه البطاطس وكميه اللحمه المفرومه راجعه ليكوا انتوا عايزين تعملوا قد ايه. فانا مثلا معايا دلوقتي بطاطستين كبار حلوين مسلوقين ومهروسين، تمام؟ هنحط عليهم ملح وفلفل، هنحط عليهم معلقتين كبار من اللبن او ممكن اقل شويه، فكره اللبن بس كده ايه تخلي البطاطس تنعم معانا وتديها طعم كده غني شويه. وطبعا هنحط نشا برضو مثلا معلقه كبيره ولا حاجه، ممكن تزودي حسب ما تحبي لغايه ما المكرونه ايه قصدي البطاطس تلاقيها مسكت معاكي وقبل كده انها تبقى تتشكل على شكل كوره، تمام؟ معانا بقى الحشوه لحمه مفرومه معصجه، براحتكم عايزين تضيفوا لها كمان اي خضار مفيش مشكله. اللحمه المفرومه بنعصجها ازاي؟ طاسه على النار، بننزل البصلايه صغيره متقطعه صغير، ممكن نحط كمان بقى فلفل الوان، ممكن تحطوا حتت صغيره قوي من المشروم براحتكم، او حتى جزر متقطع صغير، عايزين تحطوا كوسه كمان متقطعه صغير، مكعبات كده، كل ده خطير وهينفع، يبقى حلو قوي. بيتشوح وننزل باللحمه المفرومه النيه، نحطها معاهم ونفضل نقلب، وملح وفلفل، رشه خفيفه من جوز الطيب، وممكن لو تحبوا معلقه كده صغيره من معجون صلصه الطماطم، وتبقى اللحمه المفرومه متعصجه معانا وظريفه. احنا اللي معانا دي مشوحينها مع البصل والفلفل الرومي الاحمر، تمام؟ مع التوابل طبعا اللي قلت لكم عليها، ملح وفلفل ورشه جوز الطيب، وبتسيبوها تهدى وتبرد شويه قبل ما نحطها في الحشوه طبعا عشان ما تبقاش سخنه قوي، عشان كده احنا عملناها وهي سهله خالص وبارده عشان نحطها على وش فطاير البطاطس. ومعانا شويه من الجبنه الموتزاريلا الظريفه او ممكن جبنه شيدر زي ما انتم عايزين. وبس خلاص، وصفه خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم وتجربوها. انا معايا البطاطس اهو، هحط لها ملح وفلفل، ملح وفلفل، وهنحط الحليب اللبن معلقه كده حلوه، وكمان النشا زي ما قلت لكم ممكن النشا نحتاج اكتر شويه، يعني احنا هنعجنها ونشوف هل هتحتاج نشا كمان ولا لا. بصوا كده مش هحتاج خالص احط لها بقى مكعب زبده ولا اي حاجه، عايزين تحطوا لها مكعب زبده مفيش مشكله. بصوا بقى كده ايه، بصوا البطاطس كده بقت ايه، يعني نقدر كده ناخدها ونعملها كده كوره، والنشا كمان اللي احنا حطيناه غير النشا طبعا اللي موجود كده كده في البطاطس بيعمل كده قرمشه لما تستوي، تمام؟ ادي كوره، تعالوا نعمل كوره تانيه مثلا، ممكن نعملها اكبر من كده او اصغر من كده براحتكم اهو، وواحده كمان، يعني بصوا البطاطستين الكبار هيعملوا تقريبا اربع كور حجمهم متوسط حلو اهو. كده اهو الاربع بطاطسيات اللطاف دولت، في واحده منهم كبيره شويه. هنجيب صينيه الفرن اهو، صينيه الفرن بندهنها دهنه خفيفه خالص كده من
خطيرة، بتبقى ريحتها تجنن. كده اهو بالشكل الحلو ده، شوية جبنة بقى موتزاريلا على الوش، وفرن سخن درجة حرارة 180. هندخل الفطاير الحلوة دي تقريبا 20 دقيقة، يعني من ربع ساعة كده لعشرين دقيقة. عايزين بس الجبنة تسيح والبطاطس كده ايه يعني تتماسك مع بعضها وبس. بنطلعها بمنتهى السهولة وبتبقى طعمها لذيذ جدا، طعم اللحمة المفرومة مع الجبنة بقى السايحة والبطاطس نفسها، بصوا خطيرة وما فيهاش ابدا اي حاجة، ووصفة سهلة ولذيذة. طبعا بتتاكل سخنة بقى، يعني ما تخرج من الفرن تتاكل على طول، ما تسيبهاش تهدى وتبرد قوي، مع ان برضو وهي باردة وهادية جميلة. انا من الناس اللي ممكن اكل اكل كتير قوي وهو بارد، ما عنديش مشكلة، مش لازم اكله سخن جدا. بس انا اقصد عشان الجبنة بقى وتحسوا بقى بالمطة بتاعتها والريحة الحلوة والكلام الجميل ده. ان شاء الله يا رب تعجبكم، جربوها وبالهنا والشفا. فاصل بسرعة جدا، وبعد الفاصل نرجع نعمل مشروب الكاستر، حلو جدا قريب شوية من السحلب كده بس بمكونات مختلفة. خليكم معانا بعد الفاصل.